انا على فكره انا مثقف، انا عندي سنه سادسه علوم تجريبيه وكنت قد انقطعت عن دراستي من تلقاء نفسي، عامل دبلوم في الانفورماتيك 92 قالوا كل شيء في تونس باش يولي انفورماتيزي اجون تكنيسيان اون بيروتيك اي انفورماتيك دو جيستيون. وانا عندي من الهوايه نكتب شعر ونكتب خواطر، واللي يعرفوني في ليكيب ناسيونال والا في ليتوال ولا في الترجي ميم كاتب برشا شعر على الملاعبيه ولا تشعر الملاعبيه يعني نشعر عليهم ونعطيهم الحس كان لازم، وفما شكون يبدا يقرق بيا ومش ما نقولوش الشعر هذاك ونرتجل في بعض الحالات. شكون اكثر لاعب كان يجيب لك؟ نرجع لك الساعه تقص الشعريه اخويا على رجالي يا خويا، صار احتكار اخويا الغالي، هذا احتكار وكانها سلع فهمتني. نشوف في روحي جدير باش نكون في الملاعب التونسية واني ندرب، هذه نحكي معناتها على مستوى كفاءة ماهوش مستوى معناتها حتى تاريخ كروي. لا وعندك دبلوماتك وعندك وعندي دبلوماتي، معناتها عندي صافي تريزون قلت لك ملي ماخذ دوزيام دوغري.